نتكلم بقى على الغرامة دي، احنا 2 مليون دولار بلس يعني زيادة بالفوائد اللي من 2019، وفي عنده لجنة الانضباط في الفيفا 2 فبراير، هي مين اللي هيدفع الرقم ده؟ هو الرقم ده مبدئيا الرقم ده على كهرباء، ولما كان الرقم ده موجود هو اصبح الضعف طبعا بسبب الفوارق بين العمله، فاصبح كهرباء يدفع المبلغ كبير جدا. هو كان مع النادي البرتغالي، ولكن النادي البرتغالي خلاص اعمل افلاسه واصبح مش موجود، ولكن في النهايه بيتبقى انه كهرباء هو اللي عليه دفع هذه الغرامه. دفع هذه الغرامه بالمبلغ الكبير ده، انا المعلومه اللي عندي واللي عارفها من مصادر داخل النادي الاهلي انه كهرباء هيبعت للمحكمه الرياضيه والاتحاد الدولي ان هم يخاطبوا نادي الزمالك لان هو صاحب الشأن، على امل يعني يقسطوا هذه الغرامه. ولكن انا عارف برضه نادي الزمالك مش هيوافق على هذا الامر ولا على هذا الحل طبعا، وهيتبقى انه كهرباء يوم 2/2 وارد جدا انه يعاد ايقاف كهرباء لحين دفع الغرامه، ووارد جدا ان هو يستنى لحد شهر 8 يكمل عشان مصلحه اللاعب اللي بيراعيها دايما الفيفا انه اللعيبه ما تقعدش فتره كبيره، بس على امل انه يدفع الغرامه في شهر 8، والا اذا هيعاد ايضا ايقاف اللاعب مع مضاعفه الغرامه. وارد جدا يحصل ده 60 مليون، انت بتتكلم في كده من غير فوائد 60 مليون يعني، هيتخطوا 60 مليون لو بنتكلم في 2 وبالفوائد 5 مليون والفوائد يعني كام؟ ممكن 70 نوصل ليها 80 مليون. فالمبلغ مين اللي هيدفع ده؟ هو طبيعي كهرباء، يعني هو الطبيعي ان كهرباء هيدفعه مع النادي البرتغالي اللي فلت، الاهلي مش طرف اطلاقا في هذا الامر يعني. ولكن هل كهرباء، هل اداء كهرباء النهارده يخلي الاهلي يعتبره صفقه مثلا، انا بفكر صفقه جديده ويشارك يعني يدفعوها مناصفه، ولا الاهلي ما يعملش كده؟ اداء كهرباء واحتياج المدير الفني ليه يخلي الاهلي يعمل ده، يعني يبقى مسجل، لكن ده هو مش هيقدر يعملها صفقه جديده، لا مش هيقدر يدفع الرقم ده كله. الاهلي من 20 ل 30 مليون اتوقع ده. هل يدخل فيها رجال اعمال؟ هل يدخل فيها اعلانات هم يقدروا يجيبوها الكهرباء؟ ده اللي بيحصل دلوقتي داخل النادي الاهلي، ان هم بيشوفوا عده مخارج للاعب علشان خاطر ان هو يسد هذه الفلوس، ولكن انه السعي الاول والمساعي الاولى من كهرباء ومحاميه ان هو يقسط المبلغ نادي الزمالك، وده طبعا ده هيقسط على كام سنه؟ ده هيقسط على ايه يعني؟ يعني هو مش هو بالنسبه له التقسيط هنا هيبقى فيه اوبشن كويس جدا، الا وهو الموافقه على التقسيط. فمثلا انا خدت سنه 2، بس بمجرد الموافقه على التقسيط هو وقف مضاعفه الغرامه، وقف الفوائد اللي على الغرامه. الزمالك اللي مش هيقبل، مش هيوافق، مش وانا مغمضه. الزمالك مش هيقبل، الزمالك مش عايزه يلعب، الزمالك عايز يعاقبه. انت بتتكلم ازاي؟ ده حقيقي. طيب هو ده مش هيحصل يعني. هل اللوائح بقى بتقول ايه؟ ينفع ان الاهلي يدفع معاه، ولا هيدفع له الفلوس وهو يدفعها؟ يعني اللوائح هنا بتقول ايه يا احمد؟ هو المشكله انه برضه النادي الاهلي نادي بيخضع للمراقبه الاداريه من الجهات الحكوميه، فالطبيعي انا لما اجي هطلع مبلغ ده الاليه بتاعته مش هينفع تكون في اليه دفع الغرامه، لانه هذا اللاعب لم يعاقب على ذمتك، انت مش هتعرف تحطها في مجلس اداره محضر مجلس اداره انه هذا اللاعب كان ملكك وانت بتعمل، لا ده اعتقد ان هي هتدخل في عقود خاصه بكهرباء، هتدخل في حاجه برعايه، لكن ان هي تندفع مباشره اعتقد ده يبقى في خلل اداري هنا، والنادي الاهلي طبعا عنده شؤون قانونيه اضرب ده، لكن ما ينفعش ان هو يدفعها في العلن. هيساهم ويقول ان هو ساهم، بس طريقه الدفع لابد ان هي تبقى مقننه اداريا يعني.